بالنسبة للصبي هون عندي ابني انه قاعد على الاي سيو انه لو راحت الكهرباء مشكلة فعندي مطار على البنزين برا يعني لو بدي اخرج اشغله ما بقدر من اطلاق النار اشغله يعني كانت حياة مأساوية الليلة مش طبيعي يعني اشي لا بدخل براس ولا بعقل اطفال اه كبار يعني الليلة الناس كليتها عاشت اه جو مش طبيعي يعني الشهداء اللي راحت من خيرة الشباب الله يرحمهم والجرحى الله يشفيهم يعني مأساة الليلة مأساة مش طبيعية الليلة اللي كانت الخوف أنا قلت لك الصبي هذا يعني عندي يعني لو اشتدت النار عليه ما بقدر أتركه وأهرب أنا فاضطريت اني اخرج بعد فترة ونصيع على العالم خرجنا العالم نطفي النار اللي مولع من شان الصبي انا اكثر اشي لانه لو شدت بتشد الحارة كليتها بتولع يعني خرابة موجودة سيارات